السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس؟ الحمد لله. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الغريبة زوينة، غريبة معلكة كتجي، ديال الشوكولات. المقادير ديالها سهلين تتناول الجميع. المقادير هما: عندنا هنايا 4 البيضات، عندنا 100 غرام ديال الزبدة، عندنا 80 غرام ديال الكاكاو، وعندنا 150 غرام ديال سنيدة، وعندنا 300 غرام ديال الدقيق. الطريقة: كنحلو البيض هو الأول، بسم الله، وكنديرو واحد صغيبة د الملحة، ونضيفو السكر سميدة، نزيدو الكاكاو 80 غرام، وكنزيدو الزبدة، وكنحاولو نخلطو كلشي حتى يتجانس كلشي غير بشوية. ها هو تخلطنا كلشي، دابا غادي نزيدو الدقيق شويه بشويه، حتى كنخلطو كلشي مع مخمرة ديال الحلوى بحدا تاع 8 غرام. ها هي دابا العجينه ديالنا، الخليط نتاعنا واجد. دابا باش غادي نديرو، غادي نغلفوه بالفيلم اليمونتيغ ونديروه في الثلاجه مده 4 سوايع او ليله كامله، ولا غدا ان شاء الله عاد نكبروه ونمرغوه في السكر كلاصي اللي هو السكر الثقيل. هذه الغريبه جبدناها من الثلاجه اللي بيتناها ليله كامله. ثم كل واحد وكيدير قياس، بغيتو ديروها هكا في هذا القياس الصغيره ديروها، بغيتو ديروها كبيره ديروها. كنكمرو ونلوحو هنايا في السكر كلاصي حتى كنديرو شي 5 ولا 6 الكرات، وعاد كنهزوه. كنديرو بحال هكا، كنبقاو نكركبوهم هكا في السكر كلاصي، وكنهزوهم ونستفوهم في الصينية ديالنا. حتى كنساليو الكويرات اللي عندنا كاملين. ها هي دابا، ها حنا كملنا الغريبه ديالنا. دابا غادي ندخلوها للفران، يكون الفران سخون 200 درجه، من حيت نجيو نحطوها في الفران كنقصوها، كنخليوها غير 170 درجه، كنطرحوها من التحت تكون عندها العافيه من الفوق، وابخي نطلعوها الفوق. اللي عنده الفران ديال الضو يديرها من الفوق ومن التحت باش مده 4 ساعه حتى 20 دقيقه، لان الا بقات بزاف غادي تجي يابسه. ها هي الغريبه ديالنا جاهزات، كنخليوها حتى تبرد عاد كنهزوها، لان الا هزيناها دابا غادي تفرتت. دونك كنتسناو عليها حتى تبرد وعاد نجمعوها. كتجي ما شاء الله مفكها وكتجي بنينه حتى في المذاق. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش جيم واشتراك ومشاركه، والى اللقاء.